اتنين، موريتانيا والسنغال، ثروة الغاز بدأت. موريتانيا والسنغال عندهم حدود بحرية، الاتنين بيطلوا على المحيط الأطلسي وبينهم نهر السنغال. في المية بقى بتاعتهم داخل المياه بتاعت السنغال وبتاعت موريتانيا توجد كمية هائلة من الغاز. تم اكتشاف آبار الغاز البحرية دي من سنوات، لكن 2024 هيبدأ الإنتاج أخيرا ولأول مرة. هما كانوا منتظرين إيه؟ كانوا منتظرين منصة عائمة بتتصنع في الصين من 2019، وبعدين خلص تصنيعها ومشت بقى مسافة طويلة جدا لغاية ما وصلت إلى الموقع بتاعها داخل المحيط الأطلسي في الحدود البحرية الموريتانية السنغالية. المنصة دي منصة عملاقة وهدفها استخراج الغاز من عمق كبير جدا 3000 متر تحت سطح البحر، وده أعمق بير غاز في إفريقيا إن هيطلع من عمق 3000 متر تحت سطح البحر. في حقل المنصة العائمة وصلت له اسمه السلحفاة. حقل السلحفاة ده الاحتياطي اللي موجود فيه أو كمية الغاز اللي موجودة فيه، وأوريدي الجزء الأول منها اتباع، المرحلة الأولى اتباعت بالفعل، بعد ما يتم الإنتاج هيتم التصدير للأماكن اللي اشترت. اللي موجود 25 تريليون قدم مكعب من الغاز، رقم كبير، 25 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل السلحفاة ده. بريتش بتروليوم هي اللي بتستخرج الغاز من هذا المكان وعندها الحصة الأكبر 56%، والأمريكان 27%، شركة أمريكية، والسنغال 10%، وموريتانيا 7%. شوف النسب طبعا، لو أنت عندك تكنولوجيا استكشاف الغاز ومعرفة الغاز وشركاتك اللي هي بتنتج هذا الغاز هيبقى عندك نسبة أكبر، إنما في هذه الحالة لأن التكنولوجيا واكتشاف الغاز وكله أجنبي فشايفين 56% للشركة البريطانية، 27% للشركة الأمريكية، و10% السنغال، 7% موريتانيا. يعني السنغال وموريتانيا 17% والطرفين الأجانب أكتر من 80%. ودي قاعدة عامة في العالم ككل، لو ما عندكش التكنولوجيا إنك تستكشف وتستخرج بتلاقي جزء كبير جدا من العائد بيروح لهذه الشركات زي هذه الحالة في موريتانيا والسنغال. السلحفاة بقى، حقل السلحفاة ده بيتم استخراج أو عنده 25 تريليون قدم مكعب، إنما في حقل تاني قريب على بعد 60 كيلو بس من حقل السلحفاة ده اسمه بير الله. هذا الحقل فيه كام بقى؟ 3 أضعاف تقريبا هذا الحقل اللي هو حقل السلحفاة. فالإجمالي حقل السلحفاة وحقل بير الله بنتكلم على فوق 100 تريليون قدم مكعب من الغاز. الشركة عملت يبقى 2024 المنصة دي موجودة على مسافة 40 كيلو من الشاطئ، يعني لو أدي الشاطئ ف 40 كيلو من الشاطئ موجودة هذه المنصة العائمة اشتغلت خلاص، إنما 10 كيلو من الشاطئ يعني 30 كيلو من المنصة لما ترجع موجودة بقى محطة لتسييل الغاز. المحطة دي كمان عائمة، كانت سفينة للشحن عملاقة وتم تغييرها في سنغافورة وبقت محطة لتسييل الغاز داخل البحر، وبالتالي بيمدوا خطوط الأنابيب من المحطة من المنصة العائمة اللي هي 40 كيلو من الشاطئ لهذه السفينة اللي بقت محطة التسييل اللي هي 10 كيلو من الشاطئ، وفيها خزانات ضخمة جدا بعد تسييل الغاز يطلع على طول يتصدر إلى الخارج. طبعا ده هيعمل نقلة كبيرة جدا لموريتانيا والسنغال ولا سيما موريتانيا، يعني معدل النمو في موريتانيا هينتقل من النسبة الحالية اللي هي حوالي 5% إلى 14%. شوف بقى 3 أضعاف معدل النمو بعد ما يتم إنتاج الغاز، وبنتكلم على تقريبا 100 مليون دولار كل شهر هتخش الموازنة العامة هنا أو هنا نتيجة هذا الاكتشاف للغاز والإنتاج الفعلي له. لكن لغاية الحقل اللي هو بير الله ما يطلع غاز
ده هيخلي موريتانيا تبقى من الدول الرئيسية في سوق الغاز في العالم. إذن اكتشافات كبيرة، إنتاج كبير متوقع للغاز في موريتانيا والسنغال، هيخلي فيه يعني كمية هائلة من الغاز تستخرج، وعائد كبير بالدولار، ومعدل النمو هيتضاعف نتيجة هذا الإنتاج للغاز في الحقول البحرية بين موريتانيا والسنغال. تغير مهم في سوق الطاقة العالمي وسوق الغاز في العالم على أثر الاكتشافات والإنتاج لحقول الغاز البحرية الموريتانية السنغالية. وفاصل ونكمل.